بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة الفضلاء في الدرس الخامس من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى باب السواك وسنن الوضوء، ومناسبة ذكر هذا الباب لما قبله ظاهرة، حيث إن السواك نوع تطهير، وما سبق من ذكر الاستنجاء والاستجمار هما أيضاً من التطهير، فناسب أن يعقب المؤلف السواك بعد الاستنجاء والاستجمار. وكذلك لأن السواك تخلية، وما سيأتي من سنن الوضوء وصفته ونحو ذلك تحلية، والتخلية مقدمة على التحلية. وأيضاً يقال ثالثاً إن سنن الوضوء قسمان: سنن قبلية وسنن بعدية. والسواك يعد من السنن القبلية على رأي بعض العلماء كما سيتبين إن شاء الله تعالى. والسواك أيها الإخوة مشتق من ساك إذا دلك، أو مشتق من قول العرب: جاءت الإبل تتساوك أو تستاك، يعني تتمايل وتضطرب أعناقها هزالاً. فإذا أخذنا السواك من المعنى الأول فهو بمعنى الدلك، فإن الذي يستعمل السواك يدلك فاه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشوص، أي يدلك فاه بالسواك. أو أن السواك عند استعماله يمال، فهو يميل ويضطرب ويتحرك، فكلا المعنيين صحيح. أما السواك في الاصطلاح فهو يطلق ويراد به أحد معنيين: قد يطلق ويراد به فعل التسوق، ففعلك للتسوق يقال له سواك، وكذلك يطلق ويراد به الآلة، أي العود الذي يستاك به. وقد دل على ذلك أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهل هنا أراد الفعل أو أراد الآلة؟ الفعل، حسنتم، أي لأمرتهم بالتسوق. ومن ذلك أيضاً ما جاء عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرض وكان في آخر حياته وهو في مرض الموت قال أبو موسى: والسواك على طرف لسانه. فقوله والسواك على طرف لسانه يعني الآلة، فيطلق على هذا وعلى ذاك. السواك إخوة مذكر أو مؤنث؟ مذكر أو مؤنث؟ مذكر، فأقول هذا سواك، ولا أقول هذه سواك. وإن كان بعض المتقدمين كالليث قال: وتؤنثه العرب، يعني أن هناك وجهاً آخر بالتأنيث، لكن رده المحققون كالأزهري وقال رحمه الله: هذه من أغاليط الليث القبيحة، يعني أن السواك لا يؤنث. من المسائل أيضاً، سنؤجل الأسئلة إلى آخر 10 دقائق إن شاء الله. من المسائل أيضاً: ما حكم السواك؟ السواك متفق عليه بين أهل العلم من حيث الاستحباب، فهو مسنون بالاتفاق، بل قد دل على السواك كما ذكر أهل الحديث أكثر من 100 حديث ما بين صحيح وضعيف، وفي الصحيح غنية. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة ما أورده على الصحابة في السواك قال كما في الصحيح: قد أكثرت عليكم في السواك. فهو عليه الصلاة والسلام أكثر على الصحابة رضي الله عنهم.
وكذلك جاء فيه: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. والأحاديث في ذلك كثيرة. والسواك أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، يمكن أن نجملها فيما يأتي. ما المقصود من السواك؟ نقول يمكن أن يجمل هذا فيما يأتي. أولاً يقصد التنظيف، فإن المسلم إذا تسوك نظف أسنانه ونظف لثته ونظف لسانه. ثانياً إزالة الرائحة. ثالثاً إزالة التغير باللون، فإذا اصفرت الأسنان شرع السواك، وسيأتي ذلك عند ذكر مواضع تأكده إن شاء الله تعالى. هذا قول المصنف: السواك، باب السواك. قال: وسنن الوضوء. وسنن الوضوء، الوضوء مأخوذ من الوضاءة يعني النظافة والحسن، ويقال وجه وضيء يعني وجه، يعني وجها حسنا نظيفا. أما الاصطلاح فهو تطهير الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، تطهير الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. بعض الشراح يقولون غسل الأعضاء الأربعة، وفي هذا تجوز، لأن بعضها لا يغسل وهو الرأس، فإنه لا يغسل وإنما يمسح، وثمة خلاف بين أهل العلم أيجزئ غسله أم لا، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فالمقصود أن التعريف بتطهير الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص أفضل من التعريف بغسل، لأن بعض الأعضاء لا يغسل وهو الرأس. قال المصنف رحمه الله: التسوك. التسوك صيغة تفعل من السواك، أي فعل السواك، فهو الآن سيتحدث عن فعل السواك. قال: التسوك بعود لين منقن، هذه ثلاثة شروط وجودية: غير مضر، لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، هذه ثلاثة شروط عدمية. التسوك إعرابها ماذا يا إخوة؟ كلمة التسوك إعرابها مبتدأ، اسم جاء في أول الكلام فهو مبتدأ. أين خبره؟ أين خبر التسوك؟ انظروا إلى الكتاب الآن واستخرجوا لنا خبر التسوق، يعني هو يريد أن يخبر عن التسوق بماذا؟ لا لا، هذا متعلق، تفضل، أحسنت، مسنون. التسوق مسنون، ويبقى بعود هو متعلق، جار ومجرور متعلق بمحذوف، لكن الخبر مسنون، فالمؤلف أراد أن يخبر عن التسوق أنه مسنون. قوله رحمه الله: التسوق بعود، هذا أول الشروط الوجودية، وهو أنه يشترط في السواك أن يكون بعود. والمصنف قد أطلق فقال بعود ولم يحدد نوعا معينا، فيدخل فيه كل الأعواد، فيدخل في ذلك العراجين وأعواد الزيتون والأراك وغيرها من الأشجار. وإن كان سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند قوله غير مضر أنهم يستثنون بعض الأعواد التي يضر التسوك بها، كأعواد الرمان والآس والريحان، بل عندهم قاعدة: كل ما كانت رائحته طيبة فإنه لا يتسوك به. لماذا؟ لأنه ينقلب في الفم رائحة خبيثة، ينقلب حينئذ، ولهذا لا يشرع أن يتسوك بعود الريحان ونحوها مما له رائحة عطرة، لأنه سينقلب في الفم، بخلاف الأراك والعرجون ونحو ذلك وأعواد الزيتون، فإنه في الأصل ليس له رائحة عطرية طيارة، فمن ثم لن ينقلب إلى رائحة عكسية في الفم، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. هنا مسألة: أي الأعواد أفضل في التسوق؟ ما رأيكم يا إخوة؟ بعض أهل العلم قال هو عود الأراك، وهذا قد ذهب إليه جمع من الحنابلة والشافعية والمالكية، ودل على ذلك أحاديث، منها ما جاء من حديث ابن مسعود قال: كنت أجتبي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أجتني أو أجتبي للنبي صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، سواكا من أراك. أيضا ثبت عند الطبراني وقال الهيثمي إسناده حسن في حديث وفد عبد القيس
وفد عبد القيس هم وفد مباركون جاءوا وأسلموا من أي البلدان أتوا؟ من البحرين التي هي الأحساء، التي تسمى الأحساء اليوم. فأتى هذا الوفد المبارك وأسلموا وتعلموا أمور دينهم، ومن ذلك أنهم قالوا: فزودنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأراك نستاك به. فكونه يزودهم بالأراك حتى يستاكوا به يدل على أنه أفضل. وهذا الحديث قد حسن إسناده الهيثمي في المجمع. قال رحمه الله: لين. قوله لين أي غير يابس ولا صلب، لأن اليابس لا ينقي، وكذلك اليابس يضر لأنه سيؤثر على اللثة وعلى الأسنان، فكان من المناسب أن يكون لينا. هل المقصود لين بأصله أو بفعل المتسوك؟ كلاهما، فإما أن يكون لينا بأصله، وإما أن يكون يابسا لكنك تقوم بتليينه، لأن لفظ المؤلف يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقد يفيدنا حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في احتضاره، وكان في يد عبد الرحمن سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه إلى هذا السواك، فأخذته عائشة وطيبته، قضمته وطيبته للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنها لينته. فقد يكون فيه شيء من اليبوسة لكنها قامت بتليينه. فقد يستفاد من هذا الحديث أن لين، أن كلمة لين تطلق على ما كان لينا في الأصل أو ما كان بفعل المتسوك. قال رحمه الله: منقن. منقن يعني منظف، أي يزيل الأذى وينقي الأسنان واللثة واللسان. وأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم. فإن كان السواك غير منقن فلا فائدة فيه حينئذ، فلا بد أن يكون منقيا. قال رحمه الله: غير مضر. هذا هو الوصف الرابع أو الشرط الرابع، وهو شرط عدمي أو وجودي. عدمي يعني أنه لا بد أن ينفى هذا عن السواك، وهو كونه مضرا، ينفى الضرر. والجالب للضرر قلت لكم قد يكون يابسا، أو قد يكون كما قال صاحب الروض: احترازا من الرمان والآس وكل ما له، احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لأنه تنقلب رائحته في الفم خبيثة كما تقدم. قوله لا يتفتت يعني لا يتكسر. بعض الأعواد تتكسر بمجرد أن تبدأ بالسواك، فهذا لا يكون في السواك، ويشترط أن لا يكون من هذا النوع، يعني أنه لا يتكسر ولا يتساقط. وكذلك من معاني لا يتفتت لا يجرح، لأن تفتته قد يسبب جرحا في اللثة. الشرط الأخير: لا بإصبع وخرقة. كلمة إصبع تأتي على 10 ألفاظ، ولا يمكن أن يخطئ فيها التالي لها والقارئ لها، فهي مثلثة في أولها وفي أوسطها، فلك أن تقول إصبع وإصبع وإصبع، ولك أن تقول أصبع وأصبع وأصبع، ولك أن تقول أصبع وأصبع وأصبع، هذه 9، والعاشر أسبوع، فصار لها 10 ألفاظ. الخرقة معروفة، وهي ما يكون من قطع ما يقطع من الثياب ونحوها. وهذه مسألة مهمة عند أهل العلم، حصل فيها خلاف طويل: هل يشرع التسوك بالأصابع والخرق ونحوها من غير الأعواد؟ كان يكفي المؤلف أن يقول التسوك بعود حتى ينفي الخرق والأصابع ونحوها، لكنه أكد عليها لأهميتها، يعني ذكر هذا الشرط العدمي لأهميته. فعلماء المذهب لا يرون التسوك بالأصابع والخرق أمراً مشروعاً، وقد وافقهم على هذا الشافعية رحمه الله تعالى، فهم يرون أن التسوك بالأصابع والخرق والمناديل وغيرها غير مشروع، وإنما يتسوك بالأعواد. ما دليلكم على ذلك يا حنابلة وشافعية؟ قالوا: عندنا أدلة كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على العود، فكان يتسوق بالعود،
ولم ينقل أنه تسوك بأصبعه أو بخرقة أو بمنديل أو نحو ذلك. أيضا أنه لا يحصل في السواك بالأصابع والخرق ما يحصل بالسواك بالأعواد، فإن الأعواد منقية ويحصل فيها من الإنقاء والتنظيف ما لا يحصل في غيرها. أيضا قالوا أن التنظيف بالأصابع والخرق لا يسمى سواكا من حيث اللغة، فإن السواك إنما هو الدلك بالعود، يعني من حيث المصطلح السواك هو الدلك بالعود، فإذا دلك بغير عود فلا يسمى سواكا. وبعضهم قال لأن الأصبع متصل غير منفصل، وهذا يصلح في رد الأصبع ولا يصلح في رد الخرق لأنها منفصلة كبقية الأعواد. فبعضهم قال لا يصلح التسوك بالأصابع لأنها متصلة بالبدن غير منفصلة. ومن العلماء من قال بل يجزئ ذلك، يجزئ أن تتسوك بأصبعك أو بخرقة أو بمنديل أو نحو ذلك. وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رواية عند أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا بأدلة، منها ما جاء عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه قوله يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا، لكن الحديث ضعيف وقد ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم. دليلهم الثاني ما جاء عند أحمد وغيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه توضأ، وفيه في هذا الحديث أنه قال أنه تمضمض وأدخل بعض أصابعه إلى فمه، فكونه يتمضمض ويدخل أصبعه ليدلك أسنانه دل على أنه تسوك حينئذ، فكأنه يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء بهذا اللفظ، وسيأتي ألفاظه الأخرى إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن عليا كأنه يطبق هذه السنة. وتتمة الحديث قال علي في ذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني أنه عند وضوئه وعند المضمضة بالتحديد يدخل أصبعه إلى فيه، فكونه يدخل الأصبع يدل على أنه استعمله سواكا. لكن هذا الحديث فيه رجل يقال له مختار ابن نافع الكوفي وهو ضعيف، ومن ثم لا يكون في الحديث حجة. دليلهم الثالث عن عائشة أنها نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل أصبعيه في فيه عند وضوئه. هذا القول الثاني في المسألة وقول أبي حنيفة. القول الثالث أن التسوق بالخرق والأصابع يجزئ بشرط، أحسنتم، عدم وجود العود. إذا لم يوجد العود صح أن يتسوق بالأصابع والخرق والمناديل ونحوها، وحجتهم في ذلك القاعدة المعروفة ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك جله لا يترك كله. فالأفضل أن تتسوك بالخرق والأصابع أفضل من أن تترك السواك مطلقا، هذا دليلهم. القول الأخير في المسألة هو أنه يشرع التسوك بالأصابع والخرق ونحوها مما ينظف، ويحصل له من الأجر بقدر ما حصل من الإنقاء، بقدر ما حصل من الإنقاء والتطهير يحصل لك الأجر والثواب. دليلهم على ذلك، نعم هذا قول رابع، هذا قول رابع، لأنهم لا يشترطون انعدام العود. ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم، فهذا تعليل للسواك، تعليل للسواك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكل ما أنقى وطهر صح أن يكون سواكا، صح أن يكون سواكا. وهذا منقول عن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. الثالث والرابع متقاربة، لكن الثالث اشترط انعدام العود والرابع لم يشترط، حتى ولو كان معك عود السواك ولكنك تسوقت بأصبعك أو بخرقة أو نحوهما فإنه يحصل لك من الأجر بقدر ما حصل لك من الإنقاء. ولعل هذا هو الأرجح، لعل هذا هو الأرجح، وهو القول الرابع قول الموفق ابن قدامة، جمعا بين الأقوال حتى لا نحرم الناس ثواب التسوق، إذ فيه ثواب عظيم، فيه ثواب عظيم. قال رحمه الله مسنون كل وقت. ما الدليل على أن السواك مسنون في كل الأوقات؟ العمومات، عمومات الأدلة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
عند كل صلاة، عند كل وضوء، مع كل وضوء. كذلك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، إلى آخره. قال رحمه الله: لغير صائم بعد الزوال. قوله لغير صائم بعد الزوال يفيد استثناء، يعني المصنف يقول السواك مسنون في كل الأوقات إلا في وقت واحد. ما هو هذا الوقت؟ هو للصائم بعد الزوال، ومعنى الزوال يعني دخول وقت الظهر، يعني زوال الشمس وهو دخول وقت الظهر، يعني مع أذان الظهر تمتنع عن السواك إذا كنت صائما. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا، واستدلوا على ذلك بأدلة. منع الصائم من التسوق بعد أذان الظهر أو بعد الزوال له أدلة عندهم. دليلهم الأول قوله أو ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. استاكوا بالغداء يعني أول النهار، ولا تستاكوا بالعشي يعني آخر النهار، ويدخل العشي منذ الزوال يعني منذ أذان الظهر. ثم للحديث تتمة، قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. هذا الحديث عند البزار وعند الدارقطني وغيرهما، لكنه لا يصح. هذا الحديث لا يصح، وضعفه جملة كبيرة من المحدثين ومن أهل التحقيق، منهم الدارقطني والبيهقي والعراقي وابن حجر والألباني وغيرهم رحمهم الله، فهم يضعفون هذا الحديث فلا يكون فيه متمسك ولا يكون فيه حجة. من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا: إن الصائم إذا تسوك أزال هذه الرائحة المحبوبة عند الله، وإزالته لما يحبه الله مكروه، يكره أن يزيل شيئا يحبه الله تعالى، فهذه الرائحة محبوبة عند الله، فإذا تسوك فقد أزال ما يحبه الله فيكون مكروها. وثنوا على هذا الدليل بدليل آخر يشابهه، قالوا: إن الشهيد إذا مات فإن الدم يبقى عليه ولا يشرع غسله، لأنه يبعث يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. فكذلك هنا هذا الصائم نبقي رائحة فمه التي نتجت عن الصيام ليكون ذلك أكثر أجراً له، ولئلا نزيل رائحة قد أحبها الله عز وجل. ويجاب عن هذا فيقال: أما حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهو لم يتعرض إلى إزالة الرائحة المتعلقة بالفم من أثر الصيام، لم يأتي الحديث بأن نبقي تلك الرائحة أو أن نزيلها، لم يتعرض لهذا. بمجرد أن تصوم فإن رائحة فمك تكون عند الله جل وعلا خيراً من رائحة المسك. ثم يقال أيضاً: إن السواك إنما يكون في الأسنان واللثة واللسان، والرائحة التي تكون من الصائم إنما تنبعث من المعدة، فلا يزيله هذا. بل ومن أقوى ما رأيت في الرد على وجه الدلالة من هذا الحديث أن يقال: ثبت عند الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم أحد التابعين. عبد الرحمن بن غنم وهو أحد التابعين يقول رضي الله عنه ورحمه، يقول: قلت لمعاذ بن جبل: أستاك وأنا صائم؟ هل أتسوق وأنا صائم؟ فقال له معاذ بن جبل: نعم، وأطلق. فقال عبد الرحمن بن غنم: قلت له: أي النهار، يعني أي النهار أستاك، في أي وقت؟ فقال: غدوة وعشية، يعني في أول النهار وفي آخر النهار. قال عبد الرحمن بن غنم: فقلت له، يعني لمعاذ: إن الناس يكرهون الاستياك في العشي ويقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال معاذ بن جبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام: سبحان الله. ماذا يفيد قوله سبحان الله؟ تعجب، استغراب، أي ما علاقة هذا الحديث بسؤالك في المسألة؟ ثم قال:
إنما أمرهم بالسواك وليس بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. إنما أمرهم بالسواك وليس بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا. فهذا فيه رد ظاهر وبين من صحابي جليل أن السنة أن يتسوك الإنسان الصائم في كل الوقت. وهذا هو القول الثاني، وهو قول الحنفية والمالكية بل جمهور أهل العلم على أن التسوك يشرع للصائم مطلقا، واستدلوا على ذلك بأدلة منها عمومات النصوص، وهذا أقوى في الاستدلال، ومنها حديث معاذ المتقدم، ومنها أيضا حديث خاص عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. فقوله رأيته يتسوق وهو صائم ما لا أحصي فيه دلالة على أن هذا التسوق صار في كل النهار، لأنه قال ما لا أحصي يعني عددا كثيرا. لكن وهذا الحديث عند أبي داود وعند الترمذي، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. لكن عند التأمل نرى أن في سند هذا الحديث راويا يقال له عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، ولهذا البخاري قد ذكره في صحيح لكن ذكره معلقا بصيغة التمريض، ومعلوم أن البخاري إذا ذكر المعلق بصيغة التمريض فهو يفيد الضعف، فهو يفيد الضعف بخلاف المعلقات بصيغة الجزم فهي تفيد القوة. إذن الخلاصة من هذا أن التسوك للصائم منعه الشافعية والحنابلة بعد الزوال، والصواب أنه مشروع للصائم مطلقا. قال رحمه الله: متأكد عند، يعني أن السواك مسنون لكن تتأكد سنيته عند هذه الأحوال. قال: عند صلاة. والعندية هنا إخوة تفيد القبلية أو البعدية أو الأثناء؟ القبلية. أما في الأثناء فهو عبث، لا يحل أن يخرج الإنسان سواكه ويتسوق أثناء الصلاة، فإن الصلاة لا يصلح لها مثل هذا. نعم نعم، الثاني مع كل وضوء ولكن ليس مع كل صلاة فيما أعلم. نعم، لكن في الوضوء كما سيأتي معنا، ولم يأتي مع كل صلاة فيما أعلم. ولو أتى لجعلنا المعية هنا بمعنى القرب، يعني مع يعني قرب الصلاة، قرب الصلاة، لأن التسوق أثناء الصلاة ينافي الخشوع وينافي الأحاديث التي جاءت في ذلك. الدليل على أن الصلاة يشرع عندها التسوق يعني قبلها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني قرب الصلاة. الرواية التي جاءت مع كل صلاة فيراد بها ماذا؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة بيسير، جمعا بين النصوص. وهذا الحديث متفق عليه، يعني حتى لفظة مع متفق عليها، أنا قلت لم يرد، بل ورد بلفظة مع لكن تؤول على عند جمعا بينها وبين بقية النصوص. في لفظ مسلم عند، في لفظ مسلم عند، وفي لفظ الصحيحين مع، وتؤول بأنها قرب الصلاة. كذلك يدل عليه قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. وهذا وإن كان يستدل به عامة العلماء على المسألة الثانية وهي الانتباه، لكن يمكن أن يستدل به أيضا على الصلاة، لأنه يقوم لماذا؟ كان إذا قام من الليل يعني قام ماذا؟ للصلاة. فجمع أمرين: أنه انتبه من النوم حيث قام، ثانيا انتباهه هذا لماذا؟ ليقوم الليل يعني ليصلي، فشرع حينئذ التسوق بعد الانتباه من النوم وكذلك عند الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. كذلك يدل عليه حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ. وهذا يفيدنا في أنه يتسوق قبل الوضوء، أنه يتسوق قبل الوضوء. صار عندنا الآن متأكد عند الصلاة، والألفاظ التي جاءت مع نجعلها بمعنى عند جمعا بين النصوص، فيكون المعية هنا معية قرب لا مصاحبة،
لأنه لا يشرع الإنسان أن يتسوق أثناء الصلاة. الانتباه، الانتباه من النوم، سواء كان النوم نوم ليل أو نوم نهار. الذي ثبت في الصحيحين هو نوم ماذا؟ الليل، يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل يشوص يعني يدلك فاه بالسواك. والذي دلنا على نوم الليل والنهار حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد، لكن لفظة ولا نهار فيها ضعف كما بين الألباني رحمه الله تعالى، لفظ يعني زيادة ولا نهار ضعيفة. فيكون حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوق. الحديث بهذا السياق صححه الألباني، لكن بسياق ولا نهار يقول زيادة ولا نهار ضعيفة. فمن أين نأتي بدليل على أن الانتباه من كل نوم يشرع له التسوق؟ من العمومات، حيث قال مطهرة للفم، ومن أنواع التطهير ما يكون عند تغير رائحة الفم، وهذا يحصل بالنوم النهاري كما يحصل بالنوم الليلي، وكذلك يدل عليه القياس. فكما أن القيام من نوم الليل يشرع فيه التسوق، فكذلك القيام من نوم النهار يشرع فيه التسوق. قال رحمه الله وتغير فم، يعني وتغير رائحة فم. ما دليلهم على ذلك؟ ما تقدم، ما تقدم من الحديث مطهرة للفم. والتغير هذا له أسباب، قد يكون للسكوت أو لكثرة كلام، أو قد يكون للأكل أو الشرب أو نحو ذلك. متى ما تغيرت رائحة الفم شرع لك أن تتسوق، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم. قال رحمه الله ويستاك عرضا. قبل أن نأتي لهذه المسألة، هناك مواضع أخرى وأحوال أخرى ذكرها الحنابلة وغيرهم من أهل العلم يتأكد عندها السواك، وقد ذكر المحقق عندكم شيئا منها في الحاشية. قال عند الوضوء، ودليله ما تقدم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعند دخول المسجد، هذا قياس على دخول المنزل، لأن الذي ثبت هو دخول، هو التسوق عند دخول المنزل، عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أول ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل، فقالت السواك، كان أول ما يصنعه السواك، كان يتسوق إذا دخل منزله. فالحنابلة قاسوا عند الدخول للمسجد على عند الدخول إلى المنزل. ما وجه القياس؟ قالوا لأنه، أحد يعرفه يا أخوة؟ تفضل. جميل، لكن أريد وجه القياس، هو قياس أولوي نعم، لكن أريد وجه القياس، يعني ما الرابط بينهما؟ يعني أن هذا بيت وأن هذا بيت، لكن هذا بيت للأدمين وهذا بيت الله. جميل، طيب معنى آخر. يا سلام، أحسنت. نعم، الحنابلة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته ماذا يصنع؟ يصلي النافلة، وغالبا ما تكون نافلة البعدية للصلوات المكتوبات. فقالوا إنما تسوقه لماذا؟ لأجل الصلاة. وكذلك إذا دخل المسجد ماذا يريد؟ الصلاة، فشرع حينئذ أن يتسوق. لكن هذا المعنى والله أعلم مرجوح، والذي يظهر أن تسوقه عليه الصلاة والسلام عند دخول المنزل لا لأجل الصلاة، وإنما لأجل حسن عشرته مع زوجه، فهو يريد أن يطيب فاه وهو طيب عليه الصلاة والسلام قبل أن يلقى زوجه. وفي هذا أيها الإخوة فائدة لطيفة، وهو أنه ينبغي للرجل أن يتهيأ للمرأة كما ينبغي للمرأة أن تتهيأ، وهذا من حسن العشرة. وقد ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه حيث قال وإني لأتزين لأهلي كما أحب أن تتزين لي، وأخذ هذا من قوله تعالى ولهن مثل الذي، ما الآية؟ ولهن مثل الذي عليهن، أي كما أن على المرأة أن تتزين لك فلها أيضا أن تتزين لها. المقصود أن هذا القياس لا يصح، ومن ثم نحتاج إلى دليل لإثبات التسوق عند دخول المسجد. نعم، إذا وصلت إلى المسجد، دخلت في المسجد وأردت أن تصلي، فأخرج سواكك وتسوق قبيل الصلاة، قد دل على ذلك الحديث المتقدم حديث أبي هريرة. لكن عند دخول باب المسجد هذا يحتاج إلى دليل. قال عند دخول، عند حضور الوفاة. ما دليل هذا عند حضور الوفاة؟ قد مر معنا قبل قليل. عند حضور الوفاة ما دليله يا أخوة؟ تفضل.
أحسنت لما أخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر حيث أخذته عائشة وقضمته وطيبته، فهذا دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على السواك في هذا الموطن وهو عند الاحتضار، أيضا عند اصفرار الأسنان، وهذا لعله يدخل في عموم مطهرة للفم. فقد ذكرنا أن من مقاصد السواك تغيير اللون كما أن من مقاصد تغيير الرائحة، فاصفرار الأسنان لون قد طرع على الأسنان البيضاء فشرع أن تتسوك لها لعموم حديث مطهرة للفم. أيضا عند إطالة السكوت لأنها إطالة السكوت مظنة تغير رائحة الفم. أيضا عند قراءة القرآن، وقد جاء في هذا أثر وإن كان فيه مقال، طيبوا أفواهكم بماذا؟ بالسواك فإنها طرق القرآن، لكن هذا الحديث فيه مقال، ويكفينا عمومات الأحاديث مطهرة للفم. وأيضا يدخل في ذلك أو يمكن أن يستدل بقوله أو بفعله عليه الصلاة والسلام عندما كان لا يذكر الله عادة إلا إذا تطهر، قال إني أكره أن أذكر الله على غير طهر أو كما جاء، فهو وإن جاء في الطهر الآخر في الاستنجاء والوضوء نحوها لكن يمكن أن يعمم الحديث فيكون السواك داخلا فيه لأنه فيه نوع تطهير، لأن فيه نوع تطهير، وقد نص على هذا بعض أهل العلم. عاشرا قال عند دخول المنزل، وقد تقدم حديث عائشة في ذلك. قال رحمه الله مبتدئا بجانب فمه الأيمن، بدأ الآن يذكر رحمه الله صفة التسوك، يعني هل يكون طولا أو يكون عرضا، أو يكون طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان، أو طولا لكل سن وحدها، هذا كله قد قيل من قبل أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا، وإن كان ثمة وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك فيها كلام كما سأورده، لكن هذا له معنى صحيح كما سأبين إن شاء الله. أولا ما معنى عرضا ويستاك عرضا؟ المعنى أي من الثنايا إلى الأضراس ومن الأضراس إلى الثنايا، يعني بهذه الطريقة من الثنايا إلى الأضراس ومن الأضراس إلى الثنايا، ويكون حينئذ هذا على عرض الأسنان وإن كان على طول الفم، فإن بعض الفقهاء يرى أن هذا هو طول الفم، طول الفم هكذا وهكذا عرضه، لكن الأسنان طولها كيف هكذا وعرضها هكذا، فيكون قول المصنف ويستاك عرضا يعني يقصد بالنسبة لماذا، للأسنان ولا للفم؟ للأسنان، يعني عرض الأسنان بهذه الطريقة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستاك عرضا، وفي بعض الألفاظ إذا استكتم فاستاكوا عرضا، وهذا مرسل ولا صح، والذي قبله أيضا ضعيف. ومن الأشياء العجيبة التي ذكرها الفقهاء، قالوا إن الاستياك عرضا فيه مخالفة لإبليس، فإنه يستاك طولا، فإن إبليس يستاك طولا والمسلم يخالف إبليس فيستاك عرضا، لكن هذا لا يثبت، هذا لا يثبت، ويبعد أن إبليس الخبيث نعوذ بالله منه يستاك، هذا بعيد ولا يثبت فيه شيء. أيضا من المعاني قالوا إن الاستياك طولا يعني من السن إلى اللثة ومن اللثة إلى السن يؤثر على ماذا؟ يؤثر على اللثة فيدميها، وأنت ممنوع من الإضرار بنفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار، فكان من المناسب أن يكون الاستياك عرضا هو المسنون. نعم الحديث التي وردت ضعيفة لكن المعنى صالح وصحيح. وهنا مسألة، هل يتسوق بيده اليمنى أو بيده اليسرى أو بهما معا أو ماذا نقول؟ أما المعتمد في المذهب فهو التسوق باليسرى مطلقا، التسوق باليسرى مطلقا، أعني بقول مطلقا يعني سواء أراد، يعني بقول مطلقا أي سواء أراد بهذا التسوق التعبد دون إرادة التنظيف والتطهير، أو أراد بهذا التسوق التطهير، أو أراد بهذا التسوق المعنيين معا، فإنه عند الحنابلة إنما يتسوق بيسرى. ونقلوا كلاما أو ونقل شيخ الإسلام، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما
يؤيد مذهب الحنابلة في ذلك. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: ما علمت إماما خالف بالاستياك باليسرى إلا المجد. من المجد؟ ها، يعني جده، يعني جده عبد السلام، لأنه يعني اسمه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. المجد بن تيمية هو جده صاحب المحرر في الفقه، وهو عالم جليل صاحب المحرر في الفقه. أما المحرر في الحديث فهو ابن عبد الهادي. نعم، صاحب المنتقى، أحسنت، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في النيل هو المجد. فيقول: ما علمت إماما خالف بالاستياك باليسرى إلا المجد. يعني كأنه يقول بأن هذا عليه عامة العلماء، وهذا الكلام غير دقيق من شيخ الإسلام رحمه الله، فقد خالف في هذا بعض العلماء. نقل عن بعض الفقهاء أنه يقول: بل التسوق باليمنى لأنه عبادة. فإن قيل: أنت تزيل قذرا، قال: أنا ما باشرت إزالة القذر بيدي، وإنما بحائل، وهو السواك. وتوسط آخرون فقالوا: إن أردت التعبد فباليمنى، وإن أردت إزالة الأذى فباليسرى، بناء على القواعد المقررة في ذلك. والأمر في هذا واسع. قال رحمه الله: ويدهن غبا. معنى الادهان يعني استعمال الدهن، استعمال الدهن. معنى غبا يعني يفعله يوما ويتركه يوما، يعني لا يداوم عليه. أولا نريد أن نثبت أصلا أن الادهان سنة. استدل الفقهاء على ذلك بحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. ما علاقة الترجل بالادهان؟ كل من ذكر هذه المسألة ذكر هذا الحديث، فلماذا يذكر الترجل مع أننا نتكلم عن الادهان؟ ما علاقة الادهان بالترجل؟ نعم، قالوا: الترجل هو تسريح الشعر بدهن. أحسنت. بعض الفقهاء يرى أن الترجل أصلاً لا يكون كذلك إلا إذا كان بدهن، فكان من المناسب أن يجتمع. وبعضهم قال: بل الترجل هو مطلق تسريح الشعر، سواء كان ذلك بدهن أو بماء أو بغيرهما، مطلق التسريح. لكن أكثر من ذكر هذا الحديث إنما يريد هذا، أن الترجل، ترجيل الشعر، هو تسريحه بدهن. يقال هنا أيضاً: هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وقد قال بعض المحققين هو قابل للتحسين، يعني حسنه بعضهم، وإن كان جملة من أهل العلم على تضعيفه. أيضاً استدلوا على الغب، يعني أنك لا ترجل شعرك كل يوم، لا تمشط شعرك كل يوم بدهن. استدلوا على ذلك أيضاً بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، نهى عن كثرة الإرفاه، يعني كثرة الترفه، فالتمشيط كل يوم فيه نوع من الترفه. فقالوا: تتوسط، فلا تترك شعرك شعثا، ولا أيضا تحرص عليه حرصا بالغا كحرص الإناث على التجمل، بل تكون وسطا، بل تكون وسطا، فترجل شعرك يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. ومن المسائل هنا يا إخوة أن نقول: إذا احتاج الإنسان إلى ترجيل الشعر، احتاج إلى ترجيل الشعر لكثرته ووفرته، فإن الحاجة تزيل الكراهة حينئذ، فإن الحاجة تزيل الكراهة، يعني فيرجله كل يوم دون غضاضة. يعني بعض الناس يقول: أنا عندي وفرة في شعري أو لحيتي تحتاج إلى ترجيل كل يوم، ولو تركتها لا تشعثت وتشابكت وتعقدت، فأنا سأرجلها كل يوم بدهن حتى لا يحصل لها ذلك التعقيد ونحو ذلك. فنقول: حينئذ الحاجة ترفع الكراهة، فلا حرج في ذلك حينئذ، لأن النهي إنما هو عن كثرة الإرفاه والترفه والتنعم الزائد، وهذا ليس منه، وإنما يرجله لحاجة لا لمزيد ترفه وتنعم. قال المصنف رحمه الله: ويكتحل وترا. الاكتحال معروف، وهو أن يجعل الكحل في عينيه. وهنا مسألة مهمة: ما حكم الاكتحال؟ هل الاكتحال سنة مطلقا، أو سنة لمن احتاج إليه، أو هو في حق النساء دون الرجال ويمنع منه الرجال؟ كل هذا قد قيل من قبل أهل العلم. أما الحنابلة فيرون الاكتحال سنة مطلقا للرجال وللنساء،
قولهم وترا محل نزاع بين أهل العلم، هل يعني الوتر يعني ثلاثا في اليمنى وثلاثا في اليسرى فتكون الوترية باعتبار كل عين وحدها، يعني العين اليمنى ثلاث وتر والعين اليسرى ثلاث وتر، أو تكون الوترية باعتبار العينين يعني بمجموع العينين، فحينئذ تكون السنة ماذا؟ العين اليمنى ثلاثا واليسرى اثنتين، أو اليمنى اثنتين واليسرى ثلاثا، لأن المجموع خمس. الحنابلة يظهر منهم أنهم يقولون ثلاثا ثلاثا، وإن كان بعض الشراح يقولون بأن المقصود بمجموع العينين، فيكون المشروع على المذهب ثلاثا واثنتين أو اثنتين وثلاثا، لكن الذي يفصل في هذا بعض الأحاديث التي رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، وهذا الحديث عند أبي داود وابن ماجة وأحمد، وإن كان قد ضعفه كبار المحدثين وكثير من المتأخرين، من الذين ضعفوه البيهقي وابن حجر والألباني رحمه الله، فلا يصح هذا الحديث. من ذلك أن ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. هذا فيه دليل على أن السنة أن تكون الوترية لكل عين وحدها. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم كالترمذي رحمه الله تعالى. قبل أن نخرج من مسألة الادهان وتسريح الشعر والاكتحال، نحتاج أيها الأخوة أن نمر على جملة من المسائل، منها ما حكم تربية الشعر، يعني هل يسوغ للمسلم وهل يشرع له أن يوفر شعره ويتركه، وهل الأفضل أن يحلق شعره أو الأفضل أن يوفر شعره ويتركه؟ لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرى أنه كان يوفر شعره ويربي شعره، وكان له شعر يضرب منكبيه وفي بعض الألفاظ إلى جمته، فقيل إذا زاد وصل إلى المنكب وإذا نقص كان إلى الجمة، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره، ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن تربية الشعر قال هو سنة غير أن ما استطعنا عليه، يعني يرى أن تربية الشعر سنة لكن يحتاج إلى عناية. وقد جاء في بعض الأحاديث من كان له شعر فليكرمه، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل تربية الشعر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام عادة، لأن هذا كان عادة عند قومه، فلم يكن هذا مقتصرا على المسلمين أو على النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كان كل قريش في الجملة تربي شعورها، فهو عادة عندهم، كما يفعل الآن بعض إخواننا من أهل الجبال، فإنه جرت عادتهم بتربية شعورهم، فيكون من قبيل العادات، يكون من قبيل العادات. ومع هذا إخوة، من ربى شعره واعتنى به مع تربيته للحيته وعنايته بها فيرجى أن يؤجر، والمسألة قوية كما رأيتم، فإن الإمام أحمد يرى أن تربية الشعر سنة، فمن فعل هذا وربى شعره واعتنى به على وجه لا يشابه النساء ولا يشابه أهل الفسق، فإنه يكون على قول بعض العلماء يكون مأجورا ومثابا على ذلك. مما جاء في هذا أيضا ما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد الصحابي الجليل، ثم قال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا، يعني يريد أن أتثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجوت أن يكون عندك منه علم. قال ما هو؟ قال كذا وكذا، فأخبره بهذا الحديث، الحديث المتقدم الذي مر معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، ففيه دلالة على أصل الامتشاط والعناية بالشعر وتربيته ونحو ذلك. وعلى كل حال، فمن فعل ذلك كما تقدم بناء على من قال به من أهل العلم فلعله يؤجر. من المسائل أيضا أيها الإخوة، إذا كان اتخاذ الشعر سنة فهل الأفضل
أن يجعله عقيصتين أو أن يرسله؟ يعني هل الأفضل الآن أن يجعله عقيصتين إلى الجهتين، أو الأفضل أن يسدله سدلا؟ فمن أهل العلم من قال بهذا، يعني أن الأفضل أن يسدله، ومنهم من قال بل يفرقه ويجعله كالصفقتين أو كالعقيصتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه هذا وذاك، جاء عنه السدل وجاء عنه التفريق، ولكن السدل قد نسخ كما ذكر جملة من العلماء. من ذلك ما جاء في الصحيحين أن أهل الكتاب كانوا يسدلون أشعارهم، أي يرسلونها دون أن تكون إلى عقيصتين، وكان المشركون يعني العرب يفرقون رؤوسهم، يفرقون رؤوسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق من في أول الأمر؟ أهل الكتاب، فكان يجعل شعره مثلهم. قال الراوي: فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته، لكن في آخر الحديث قال: ثم فرق بعد. فقوله ثم فرق بعد دل على أن السدل قد نسخ، فهو عليه الصلاة والسلام نعم سدل لكن في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار يفرق رأسه. في بعض الألفاظ أنه قال: ثم أمر بالفرق ففرق، ثم أمر بالفرق ففرق، يعني أن الله أمره بأن يفرق حتى يخالف أهل الكتاب. وعلى كل حال، فمن كان له شعر وفرق فإنه يكون قد أصاب السنة. نختم أيها الأخوة مسألة الشعر بقاعدة جليلة، أن تربية الشعر والعناية به إذا أدى إلى فتنة لمن لا يحل له ذلك فإنه لا يحل، من باب سد الذريعة. وللأسف قد استعمل بعض الناس تربية شعورهم لفتنة النساء من غير من يحل لهم، فربما رب حاشاكم بعض الناس شعره وجعله جمة أو يضرب في منكبيه ودهنه واعتنى به حتى يفتن النساء، فحينئذ يكون محرماً لخبث مقصده. بل لو لم يقصد ذلك وحصلت الفتنة أمرناه بأن يخفف منه. ويمكن أن نستدل على هذا بفعل عمر، فإن نصر بن الحجاج وهو التابعي الجليل الذي جاء في عهد عمر في المدينة كان جميلا جدا، وكان ذا جمة، كان شعره جميلا، ففتن بعض النساء من أهل المدينة، فاجتهد عمر رضي الله عنه، وهذا سياسة شرعية من عمر، اجتهد وحلق شعر رأسه رغما عنه حتى تذهب الفتنة، فازداد جمالا. فلما ازداد جمالا اجتهد عمر ونفاه إلى غير المدينة، نعم إلى العراق. لماذا نفاه؟ حتى يسد ذريعة الفتنة به. فنأخذ من هذا أن تربية الشعر إذا كان فيه فتنة فإنه لا يحل للإنسان، إذا علم افتتان النساء به فإنه لا يحل له أن يجعله على هذا الوجه. كذلك الاكتحال، فالاكتحال وستأتي يعني جملة من مسائله، مما ذكر أنه لو اكتحل وصار في اكتحاله فتنة لغيره فإنه لا يحل له. والاكتحال قد يفتن به النساء والرجال أيضا، لأنه قد يكون المكتحل أمرد فيتأثر به النساء وقد يتأثر به الرجال، فحينئذ يمتنع عن ذلك. نعم أحسنت، ما جاء في الحلقة أنه من سمات الخوارج هذا صحيح وثابت، لكن من حلق شعر رأسه للتبرد وكان على منهج أهل السنة فإنه لا يثرب عليه، ولا سيما أن الحلق له أصل وهو في المناسك له أصل. لكن لو سألنا سائل وقال: أيهما أفضل، أن أحلق شعر رأسي أو أدعه دون حاجة إلى أحدهما؟ قلنا: تتركه أولى، تتركه أولى بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك شعره. نعم أحسنتم، إذا كانت تربية الشعر على وجه يشابه أهل الكفر مثل القصات الآن الموجودة فإنه يحرم حينئذ، وسيأتي عند الكلام عن القزع إن شاء الله تعالى. الخلاصة أن إزالة الشعر بالكلية الذي هو الحلق فإن الأولى تركه بلا شك، الأولى تركه إلا إذا احتجت إليه لتبرد النحو أو إذا كنت في نسك، فالسنة أن تحلق. نعم، نحن الآن فتحنا مجال الأسئلة
ولا ليس سؤالا؟ طيب تفضل. جميل، احسنت، هذا سأبينه. ما علاقة الاكتحال والادهان ونحو ذلك بهذا الباب، باب السواك وسننه؟ هذا سأبينه إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب، أو أبينه الآن حتى لا أنسى. قال بعضهم: لأن الشيء يقاس على نظيره، فالمصنف لما ذكر السواك ذكر شيئا من سنن الفطرة، فكان من المناسب أن يذكر بقية سنن الفطرة وما يشابهها، فسيذكر كل هذا في هذا الموطن، وهذه طريقة الفقهاء حيث يذكرون النظير عند نظيره. تقدم معنا بالنسبة للاكتحال أن الوترية محل النزاع بين أهل العلم، وحديث ابن عباس دل على أن الوتر لكل عين باستقلال. الاكتحال هل هو سنة أو لا؟ هذا أيضا محل نزاع بين أهل العلم، وعلماء المذهب يرون أنه سنة، يرون أن الاكتحال سنة، إلا إذا أدى إلى فتنة فإنه لا يشرع حينئذ. وعلى كل حال، حتى مع القول بعدم ثبوت الأحاديث في الاكتحال، إلا أنه ثبت أنه يجلو البصر، ثبت أنه يجلو البصر، لا سيما إذا كان من الإثمد الأسود، فإنه يجلي البصر وتستفيد منه العين، فمن فعله بناء على ذلك فهو على خير. قال رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أو مع الذكر. بعضهم يقول مع الذكر يعني مع التذكر، فهي تصلح ذكر بضم الذال أو بكسرها ذكر، والمقصود مع التذكر، يعني أن التسمية واجبة عند الوضوء بشرط أن تكون متذكرا. طيب إذا نسيت فوضوءك صحيح. طيب إذا نسيت أول الوضوء ثم تذكرت في وسطه، طيب صاحب الإقناع، من صاحب الإقناع؟ الحجاوي، يقول ماذا؟ بأنك تبني على وضوئك، يعني أنا كنت أتوضأ ولما وصلت إلى غسل يدي تذكرت أني لم أسمي في أول الوضوء، والوضوء عند الحنابلة واجب مع الذكر، يعني إذا تذكرت في أول الوضوء فإنه يلزمني، وإن لم أسمي فوضوئي باطل، هذا في أول الوضوء. طيب أنا الآن نسيت، حتى إذا صرت إلى وسط الوضوء تذكرت مثلا عند غسل اليد، فيشرع لك أن تقول هذا الذكر، لكن على خلاف بين علماء المذهب. الحجاوي الذي هو مؤلف الزاد قال في إقناعه، الإقناع أطول من الزاد بكثير، قال: يبني على ما سبق. إيش معنى يبني؟ يعني يقول بسم الله ويكمل وضوءه. وقال صاحب المنتهى رحمه الله ورحم الله الحجاوي، قال ماذا؟ بل يستأنف. إيش معنى يستأنف؟ يعني يعيد الوضوء من جديد. وقد ذكرنا قاعدة في أول درس أن صاحب الإقناع وصاحب المنتهى إذا اتفق على أمر فهو المذهب، وإذا اختلف في أمر فالقول قول صاحب المنتهى، وهذا ما قرره متأخر الحنابلة. فعلى هذا يكون المذهب إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه، فإن علماء المذهب يقولون لك، والمعتمد من قول المذهب، أن تلغي وضوءك السابق ثم تقول بسم الله وتتوضأ من جديد، هذا على القول بأن التسمية واجبة. وسنأتي إلى الخلاف الآن. ما دليل الحنابل على أن التسمية واجبة عند التذكر؟ قالوا: ما جاء عن أبي هريرة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة، قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فكذلك التسمية شرط لصحة الوضوء. وهذا الحديث يا إخوة مختلف فيه بين أهل العلم اختلافا بينا، قد أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وله شواهد. فمن أهل العلم من قال بتحسينه بمجموع طرقه، ومنهم من قال بضعفه وهو الأكثر، حتى قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني في التسمية. شيخ الإسلام رحمه الله عكس الإمام أحمد، فيرى أن التسمية تشرع عند كل أمر مهم، أي أمر مهم تشرع له التسمية، سواء كان وضوءا أو غيره. وهذا إخوة وجوب التسمية عند التذكر من مفردات المذهب. وإذا قلنا من المفردات، أرجو أن تدونوا ذلك وأن يعنى به طالب العلم عناية فائقة، لأن
مفردات المذهب مما ينبغي أن يحفظ ويضبط. فمن مفردات علماء المذهب أن التسمية واجبة عند التذكر. القول الثاني وهو رواية أيضا في المذهب أن التسمية واجبة مطلقا عند التذكر وعند النسيان، فعلى هذا لو توضأت وضوءا وأنت ناس التسمية ثم صليت ثم بعد الصلاة علمت أنك لم تسمي، فعلى القول الثاني وضوءك باطل ومن ثم صلاتك باطلة، ومن ثم صلاتك باطلة. وهذا رواية في المذهب اختارها أبو الخطاب. ومن أهل العلم من قال بل التسمية سنة، وهذا قول جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الشراح، قالوا بأن التسمية سنة. ودليلهم على هذا قالوا الحديث المتقدم لا يدل، إن صح لا يدل على الوجوب وإنما يدل على نفي الكمال حتى لو صح، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا يدل على نفي الكمال، يعني ولا وضوء كامل لمن لم يسمي فيكون وضوءه ناقصا لكنه صحيح. واستدلوا بعمومات الأحاديث التي جاءت في فضل التسمية. وهناك قول رابع بدأ في هذه الأزمنة المتأخرة يظهر على الساحة العلمية، وهو أن التسمية أصلا غير مشروعة في الوضوء، أصلا التسمية غير مشروعة في الوضوء. ودليلهم على هذا قالوا الدليل عدم الدليل، لأن هذه عبادة والعبادات توقيف تحتاج إلى دليل، ما دليلكم على أن التسمية تشرع؟ ها هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغت أكثر من 10 أحاديث في نقل وضوئه، نقل ذلك حمران عن عثمان، نقل ذلك عائشة، نقل ذلك عبد الله بن زيد، نقل ذلك علي وغيرهم، هل في أحدها ذكر التسمية؟ الجواب لا، ما ذكر التسمية. فقالوا إذن التسمية أصلاً غير مشروعة. لكن هذا القول يبقى أنه قول ما قال به إلا قلة من أهل العلم، وإلا فالأكثر أنها مشروعة ومستحبة لعمومات النصوص، لعمومات النصوص. ولعل هذا هو المتوجه، القول باستحباب التسمية، والذي رجح ذلك أن عامة أهل العلم عليه، عامة العلماء على القول باستحباب التسمية، ولا يعني نجرؤ على تبديع الناس ونقول لهم قد فعلتم شيئا غير مشروع، فأكثر العلماء على ذلك بناء على عمومات النصوص، وأيضا أخذا بمن حسن الحديث المتقدم وجمعا بينه وبين الآية، فإن آية الوضوء ما ذكرت التسمية. ولما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء قال اصنع أو توضأ كما أمرك ربك، والله لم يأمرنا بالتسمية. فمجموع هذه النصوص تفيد بأن التسمية تبقى على الاستحباب، والله أعلم. قال رحمه الله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان بالنسبة للرجل هو قطع القلفة التي تكون على رأس الذكر، قطع القلفة التي تكون على رأس الذكر، هذا الختان الرجال. وختان النساء قطع الجلدة الزائدة في الفرج. فهذا القطع ما حكمه؟ الختان ما حكمه سواء كان للنساء أو للرجال؟ أما علماء المذهب فيرون أن الختان واجب على الجنسين، يعني واجب على الرجال وواجب على النساء. ما دليلكم على ذلك، على أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء؟ قالوا أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، بل هو علامة فارقة بين أهل الإسلام وبين النصارى، وبين النصارى أو بين أهل الكفر ما عدا من؟ ما عدا اليهود، فإن اليهود يختتنون، فإن اليهود يختتنون، أما غيرهم من أهل الكفر من النصارى والوثنيين ونحوهم فإنهم لا يختتنون، فهذه علامة فارقة. وقد أمرنا بماذا؟ نعم بمخالفتهم، فيكون واجبا. قالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وهذا الحديث لو ثبت لكان فيصلا في هذا الأمر، لكن كثيرا من أهل العلم يضعف هذا الحديث. أيضا قالوا إن في الختان كشف للعورات، وكشف العورات حرام، ولا يمكن أن يتوصل إلى مسنون بفعل محرم. لو قلنا الختان
فقط سنة، فإننا حينئذ نكون قد توصلنا إلى سنة بوسيلة محرمة وهي كشف العورات. فلما جاز لنا كشف العورات للختان دل على أن الختان واجب، وهذا دليل قوي. منه أيضا قالوا إن في الختان إيلاما وقطعا للجسد، والأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يقطع شيئا من جسده، فهذا أمر محرم، ولا تستباح المحرمات للوصول إلى السنن، للوصول إلى السنن. هذه أدلة من قال بأن الختان يلزم الذكور ويلزم الإناث. من ذلك أيضا ما يدل على أن هذا الختان علامة لأهل الإسلام ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هرقل قال لمن سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هرقل لما جاءه أبو سفيان وجادله، من ضمن الحوار قال هرقل بعد أن علم بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني أجد ملك الختان قد ظهر، إني أرى ملك الختان قد ظهر، دل على أن هذا من سمات أهل الإسلام. وتعلمون أيضا أن بعض المعتدين على أهل الإسلام حتى في عصورنا هذه إنما يعرفون أهل الإسلام بماذا؟ بالختان. فإذا مثلا حكموا على قتل المسلمين عرفوا ذلك باختتانهم فيكشفون، فمن رأوه مقتونا قتلوه مثلا، فهي إذن علامة مميزة لأهل الإسلام، فتكون من العلامات التي يمتاز بها المسلم فتكون حينئذ واجبة. هذا القول الأول، وبه قال الحنابلة. وقد شرحنا سابقا عمدة الطالب في درس غير هذا، وأعجبتنا لفظة المصنف عندما قال ويجب ختان على ذكر وأنثى، وهذه من الأشياء التي تميز بها البهوتي في العمدة أنه يفصل ما أجمله من الحجاوي في الزاد، وهذا من اللطائف. فالمقصود أن هذا هو المذهب أنه يلزم الذكور ويلزم الإناث. القول الثاني أنه لا يجب مطلقا وإنما هو مسنون فقط، يعني الختان سنة للرجال وسنة للنساء، وهذا قول أبي حنيفة. إذا مذهب الحنفية أنه يشرع فقط ولا يصل إلى الوجوب، يعني أنه يسن فقط ولا يصل إلى الوجوب، وهو أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. ودليلهم على ذلك حديث ورد الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، فقالوا ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سنية الختان للرجال وأنه مكرمة للنساء، لكن هذا الحديث لا يصح، قد ضعفه ابن حجر والشوكاني وغيرهما من أهل العلم. والقول الثالث أن يفرق بين الذكور والإناث، فيقال الختان واجب على الذكور ومستحب للإناث. ودليل التفريق قالوا إن الختان للرجال فيه تعلق بإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة ما حكمها يا إخوة؟ واجبة. إزالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، ومعلوم أن الرجل إذا لم يختتن تجمع، أجلكم الله، تجمع البول في هذه القلفة، تجمع في هذه القلفة أو تحتها، فكان من المناسب أن يقال بالوجوب بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فهو أمر كمالي، مصلحة المرأة من الختان هو تخفيف غلمتها، وهذا أمر تكميلي تحسيني لا يبلغ درجة الوجوب، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم، أن يقال الختان يلزم الرجال ولا يلزم الإناث، وهو مذهب وهو رواية عند أحمد رحمه الله. نعم، الحديث المتقدم أنه سنة للرجال مكرمة للنساء، منهم من أخذ هذا الحديث على القول بتحسينه، من أخذه على التفريق بين الرجال والإناث، وقال هنا السنية لا تعني أنه يثاب ولا يعاقب، أنه يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، لا، وإنما السنية هنا عند اصطلاح المحدثين يعني أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، دل على هذا التفريق بين اللفظتين، والتفريق يدل على المغايرة. أما للنساء فهو مكرمة من باب الإكرام، ولا شك أن الإكرام نوع من المستحبات ولا يبلغ درجة الوجوب. إذا التقى الختانان يدل على الاستحباب، يعني ليس فيه دلالة على الوجوب، يعني هو لا شك أنه هو الأفضل والأكمل بالنسبة للنساء، لكن ليس عندنا دليل يلزم المرأة بأن تختتن، والله أعلم.
يكون واجب في حق الرجال لأنه يتعلق بطهارته ولا يلزم به النساء. متى يكون الختان؟ الختان له ثلاثة أوقات: وقت وجوب، ووقت استحباب، ووقت كراهة عند الحنابلة. أما وقت الوجوب فهو عند البلوغ. لماذا؟ لأنه يتعلق بطهارة، لأنه يتعلق بطهارته التي هي شرط لصحة الصلاة، ومن ثم نلزمه بذلك عند البلوغ، لأن الصلاة أصلا لا تلزم إلا إذا بلغ، ومن ثم لا نلزمه بشرائطها إلا إذا بلغ. فالمقصود أن الختان يلزم عند البلوغ. فمن سألنا وقال أنا إلى الآن ما اختتنت، متى تلزموني بالختان؟ قلنا عند بلوغك، يعني قبيل البلوغ بيسير، متى ما شعر بأنه اقترب بلوغه، أو متى ما بلغ فجأة بإنزال ونحو ذلك، فإنه يلزم حينئذ بالختان، حتى إذا تطهر كانت طهارته كاملة ووافية ولا يبقى شيء من النجاسات في الخلفة. وهذا قد نص عليه أيضا صاحب عمدة الطالب البهوتي، فقال: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ. ونحن وافقنا المؤلف في ختان الرجال أنه واجب، ولكن لم نوافقه في ختان النساء. دل على ذلك أيضا يا إخوة ما جاء عند البخاري، ها؟ الوجوب والاستحباب والكراهة. والكراهة يا شيخ، ما عندنا الدليل، الدليل عدم الدليل. لا أبدا، هو دليل على مشروعية الختان، لكن تأثيم الناس، تأثيم النساء بعدم الختان يحتاج إلى دليل صريح في المسألة. ما عندنا دليل صريح بوجوب الختان بالنسبة للنساء. هو نعم مكرمة، هو أفضل، هو مستحب، لكن أن نقول واجب وأنها تأثم، هذا يحتاج إلى دليل صريح في المسألة. نعم أحسنت. أما حديث أشمي ولا تنهكي لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأم عطية، فهذا حمله بعضهم على الاستحباب لأنه من الآداب، ومنهم من تكلم في إسناده، من صححه وحمله على السنية بناء على أنه في الآداب، وأن الأمر هو في عدم الإزالة، يعني كأنه قال: من أرادت الختان فإنك أيها الخاتنة الخافضة أزيلي عنها شيئا وأبقي شيئا، فصار الأمر مسلطا على عدم إزالة الجميع وليس على أصل الختان، هكذا قالوا، أو يعني بمثل هذا المعنى. وعلى كل حال القول بالوجوب هو رأي علماء المذهب وله وجاهته، لكن تأثيم الناس يا إخوة يحتاج إلى دليل صحيح صريح. واللواتي أسلمن في عهد النبوة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالختان لما أسلمت، يعني أسلم. قد يقال إن العرب تختتن، هذا أيضا يحتمل، لكن أيضا من أسلم من غير العرب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بالختان. على كل حال على الرأي الوسط هذا، وهو أن نقول واجب في حق الرجال، مسنون في حق النساء، والله أعلم. تفضل يا شيخ. نعم، إذا أسلم الرجل وهو بالغ فإننا نأمره بالختان إذا أطاقه ولم يكن ثم ضرر عليه، ما دام أنه ليس هناك ضرر عليه، وليس هناك أيضا يعني لا ضرر معنوي ولا ضرر حسي، ولا يؤدي ذلك إلى أن ينفر من الإسلام، فإنه يؤمر به. والأولى أن لا يذكر له مثل هذا حتى يسلم، لأن بعض الناس إذا أراد أن يدعو كافرا للإسلام يذكر له كل شيء، ومن هذه الأشياء الختان، فإذا ذكر له الختان نفرت نفسه من الإسلام. وتعلمون قصة عمر رضي الله عنه مع ذلك النصراني الذي كان يجالس عمر أحيانا، فقال له: أسلم. قال: إني أحب الخمر. قال: أسلم ويسر الله أمرك، أو كلمة نحوها. فلما أسلم قال عمر: إن شربتها حددناك، طيب وإن تركت الإسلام قتلناك، فحسن إسلامه. فينبغي ألا يذكر ما يمكن أن ينفر به الكفار، لأنه إلى الآن ما عرف حقيقة الإسلام، وما عرف الأشياء الجميلة في الإسلام، وكله جميل، فلا ينبغي أن يذكر له مثل هذا. نعم، وإنما يحبب في الإسلام حتى إذا أسلم قلنا له ينبغي أن بل يجب أن تختتن حتى تكون مثل إخوانك من المسلمين. إن شق عليه ذلك أو تضرر بذلك ك
كأن يكون ضعيف البنية أو نحو ذلك، أو كان الألم شديدا لا يطيقه، فقد يغتفر حينئذ من باب لا ضرر ولا ضرار، لكن الأصل أنه يلزم الرجال. إذن إخوة، حتى لا نخوض في الأسئلة، عندنا القدر الواجب أو الوقت الوجوب هو عند البلوغ. يدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل، أحد التابعين سأل ابن عباس: من أنت؟ قال: مثل من أنت حينما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا يومئذ مختون. أكمل الحديث: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يناهز البلوغ، يقارب البلوغ. هذا دليل في صحيح البخاري، دليل على أن الوجوب إنما يكون إذا بلغ أو قارب البلوغ. أما وقت الاستحباب فهو في الصغر، في الصغر ما عدا اليوم السابع فإنه لا يكون وقتا مستحبا، وسيأتي في وقت الكراهة. أما وقت الكراهة عند الحنابلة فهم قالوا في اليوم السابع، في اليوم السابع لا يختن، يكره أن يختن. ما دليلكم يا علماء المذهب على أنه يكره أن يختن في اليوم السابع؟ قالوا: دليلنا مشابهة اليهود، فإن اليهود يختنون أولادهم في اليوم السابع فنحن نخالفهم فلا نختنهم في اليوم السابع. لكن نقول هناك رواية في المذهب، رحمك الله، هناك رواية في المذهب أنه في اليوم السابع أيضا يستحب ولا يكره، يعني يستحب ما دام صغيرا، ونلغي قضية الكراهة. هذه رواية أخرى في المذهب وهي الصحيحة من حيث الدليل. لماذا نقول أما قولكم إنه يشابه اليهود؟ فقد ذكر جملة من العلماء أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق في يوم سابعه، فكانت سنة في بنيه، يعني اليهود، وختن إسماعيل عند بلوغه فكانت سنة في بنيه، فكان الخاتن حينئذ لليوم السابع من؟ إبراهيم. وهل نحن مأمورون بمخالفة إبراهيم أو بموافقة إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام الأصل أننا نوافقه ما دامت شريعتنا لم تأتي بخلاف شريعته، هذا الأصل. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبل، وهو دليل لشرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا ذلك الشرع. المقصود أن الاستدلال بأن اليهود إنما فعلوا ذلك، نقول اليهود فعلوه تحقيقا لسنة إبراهيم عليه السلام وليس شيئا خاصا بهم، ومن ثم لا تسوغ المخالفة. فعلى هذا لك أن تختن ولدك منذ أن يولد إذا أطاق، ما دام صغيرا يشرع والأفضل ويستحب أن تختنه ما دام صغيرا. أما فترة الوجوب فهو عند البلوغ، إذا قارب البلوغ أو عند البلوغ فإنه يكون حينئذ واجبا. قال رحمه الله: ويكره القزع. القزع يا إخوة جمع قزعة أو جمع قزعة، وهو مأخوذ من القطعة من السحاب، كما جاء في حديث أبي هريرة عندما دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فقال: هلكت الدواب إلى آخره. قال: وما في السماء قزعة، يعني ما في السماء قطعة سحاب. وهذا له علاقة بالمعنى الاصطلاحي. أما المعنى الاصطلاحي هو أن يحلق المرء بعض رأسه ويترك البعض الآخر، أن يحلق المرء بعض رأسه ويترك بعضا، سواء حلق المقدمة وترك المؤخرة، أو حلق المؤخرة وترك المقدمة، أو حلق الوسط وترك الجوانب، أو أبقى الوسط أو أبقى الجوانب وحلق الوسط. المهم لها أربعة صور، لها أربع صور كما ذكر ذلك الشراح وكما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ما الدليل على أن القزع مكروه؟ قالوا: الدليل حديث ابن عمر في الصحيح، بل في الصحيحين متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله، وفي بعض الألفاظ: احلقه كله أو دعه كله. طيب، هذا نهي، والحديث الثاني أمر. ما حمل النهي على التحريم، وما حمل الأمر على الوجوب عندما قال احلقه كله أو اتركه كله؟ فما الذي دعاهم إلى أن يتركوا هذا النهي الصريح ولا يقولون بالتحريم؟
ما رأيكم يا أخوة؟ ما الذي صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فكان القزع مكروها فقط ولم يصل للتحريم؟ لماذا؟ وهذا طبعا ليس من مفردات أحمد مثلا أو لا، بل هو قول عامة أهل العلم أن القزع مكروه، بل لا تكاد ترى محرما للقزع إلا إذا شابه النساء أو شابه أهل الكفر، لكن القزع من غير مشابهة لا تكاد ترى أحدا من العلماء يحرمه إلا القلة القليلة. ما الذي دعاهم إلى ذلك إخوة؟ قالوا هذا تفضل، يعني ربما أنه يقال قياسا على فعله عليه الصلاة والسلام عندما حلق شيئا من رأسه عند حجامته، لا بأس بهذا، يعني قد يستدل بهذا، أحسنت. لكن عندهم قاعدة أصولية أن النهي في أبواب الآداب يقتضي الكراهة، والأمر في أبواب الآداب يقتضي الاستحباب. هذه قاعدة أصولية ذكرها عدد كبير من الأصوليين، وهذا يفسر لنا يا إخوة قولهم إن الأكل باليمين مستحب وليس واجبا، قول كثير من العلماء، بل هو قول جمهور العلماء، وأن الأكل بالشمال مكروه وليس محرما، مع أن النهي صريح في المنع والأمر بالأكل باليمين صريح، كل بيمينك، ومع ذلك حملوه على، حملوا الأمر على الاستحباب وحملوا النهي على الكراهة، لأن قاعدة عندهم أن الأوامر في أبواب الآداب للاستحباب، وأن النهي في أبواب الآداب للكراهة. لكن يا إخوة هذا نقول بأنه غير سديد، الأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم، والذي دل على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك قول الله جل وعلا عندما ذكر من يخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم توعده، ماذا قال؟ ها تصيبه فتنة أو عذاب، فرتب على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة، ولا شك أن العقوبة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لبريرة عندما أمرها أن تعود لمغيث؟ قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، يعني لو أمرتك لصار الأمر واجبا، لكني مجرد شافع، فكان الأمر، فكان كلامي حينئذ على وجه الشفاعة وهو الاستحباب. هذه تدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب. قالوا ولأن السيد إذا أمر عبده بأمر ولم يمتثل فإنه يحق عليه العقوبة، تحق عليه العقوبة حينئذ، فدل على أن الأوامر تقتضي الوجوب. وهذا يذكر على كل حال في كتب أصول الفقه عند ذكر القاعدة الأصولية، الأمر يقتضي الوجوب. فالمقصود يعني أن يقال النهي عن القزع المتوجه فيه المنع، منع التحريم المتوجه فيه، لكن عامة العلماء على الكراهة. فإما أن يقال إنهم منعوا القول بالتحريم، أو أنزلوا النهي من التحريم إلى الكراهة بأنه قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم الصحابة، فكانوا يحلقون شيئا من رؤوسهم ويدعون الباقي الآخر ويدعون ما تبقى، فهذا دليل على أن هذا خفف النهي إلى الكراهة، أو يقال نبقى على الأصل في النهي وهو المنع. أما إذا كان القزع على وجه يشابه النساء أو يشابه أهل الكفر أو يشابه أهل الفسق أيضا، يعني ممثل ماجن، مغني فاسق، هؤلاء إذا حلق أولادنا مشابهة لهم فإن هذا يكون محرما ولا شك، لقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. لا، يقصد التنزيه، المؤلف يقصد الكراهة التنزيهية، نعم، ولا يقصد التحريمية، نعم. قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك، هذا هو الشق الثاني الذي وعد المصنف به حينما بوب، فقال باب السواك وسنن الوضوء، أو باب السواك وسنن الوضوء، انتهى من السواك، فكان من المناسب أن يأتي الآن بالشق الثاني. قال ومن سنن الوضوء السواك، وقد تقدم ذكر السواك، وهل يكون قبل الوضوء أو معه؟ قلت لكم سابقا يا فضلاء بأن هذا يحتمل، فعندنا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعضده حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا قام من نوم ليل أو نهار
لكن لفظة النهار فيها ضعف، كان يتسوق قبل أن يتوضأ، فهذا قبل الوضوء، وهذا مقتضى قوله عند كل وضوء، العندية تقتضي هنا القبلية. ومنهم من قال بل مع، فيكون حينئذ في العضو الذي يناسبه. وما العضو الذي يناسب التسوق، أو ما الحال التي تناسب التسوق؟ عند المضمضة، أحسنتم، جمعا بين النصوص لما جاء عن علي وعائشة رضي الله عنهما. وعلى كل حال من فعل هذا وذاك فيرجى أنه قد أصاب السنة. قال رحمه الله وغسل الكفين ثلاثا، يعني ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا. طبعا يا إخوة قوله سنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، سننت سنة فلان يعني مضيت على طريقته، وهي في الاصطلاح الفقهي عند كثير من الفقهاء ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ومنهم من يزيد امتثالا، من يثاب ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه. لكن هذا التعريف تعريف بماذا؟ تعريف بالحكم. تفضل. التسمية عند الحنابلة من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء، ولذلك ذكرها هناك عندما ذكر الوجوب، وليست عندهم سنة، وقد تقدم أن الصحيح أنها سنة. هذا تعريف بالحكم، وقد تقدم أن المناطق لا يرتضون هذا، ولكن الأمر في هذا واسع. لكن إذا أردنا أن نعرف سنن الوضوء بالشكل الدقيق المتعلق بباب الوضوء، هو أن نقول هي ما يشرع في الوضوء من غير الشروط والفروض والواجبات. كل ما يشرع في الوضوء من غير الشروط والفروض والواجبات فإنه سنة. مثل ذلك الغسلة الثانية، فإن الغسلة الثانية تشرع في الوضوء، هل هي شرط؟ لا. هل هي فرض؟ لا. هل هي واجب؟ لا. إذن هي سنة. من ذلك أيضا التيامن في الوضوء، أن تغسل يدك اليمنى قبل اليسرى، رجلك اليمنى قبل اليسرى، هذا مشروع في الوضوء. هل هو شرط؟ هل هو واجب؟ هل هو فرض؟ لا، إذن هو سنة. فهذا الضابط جيد لتعريف سنن الوضوء. إذا قلنا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، كنا نعرف السنة عند الفقهاء في كل الأبواب الفقهية. لكن السنة عند السنة في أبواب الوضوء هذا التعريف ألصق بها. قال رحمه الله ويجب. قبل ذلك نريد الأدلة على غسل الكفين، على مشروعية غسل الكفين ثلاثا. أدلة كثيرة، منها حديث حمران مولى عثمان أنه نقل عن عثمان أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا، ثم قال في آخر الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا قال غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا حديث عبد الله بن زيد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني أن غسل الكفين ثلاثا الأصل أنها سنة. متى تصل لمرحلة الوجوب؟ إذا قمت من نوم الليل. وهنا سؤال يا إخوة، إذا قمت من نوم الليل فكم مرة أغسل يدي إذا أردت الصلاة والوضوء؟ ها طيب، ثلاث مرات هذه التي تخص الاستيقاظ من نوم الليل. طيب بقي الوضوء، وثلاث مرات عندما تريد الوضوء، فصار المجموع ستا. نص جمع من الحنابلة على هذا، وبعضهم ذكر أنه المذهب، يعني أن المذهب إذا قمت من نوم الليل وأردت الوضوء فإنك تغسل كفيك ست مرات، ثلاثا لأنك قمت، وثلاثا لأنك أردت الوضوء. ومن العلماء من قال بل هي تتداخل، لأن المقصود ألا تدخل يديك في الإناء إلا بعد تطهيرهما، وليس المقصود أن تغسل يديك ثلاثا مطلقا، إنما المقصود حتى لا يتلوث الإناء فقط. وهذا هو الأرجح والله أعلم، أنك إذا استيقظت من نوم الليل يكفيك ثلاث غسلات لاستيقاظك ولوضوئك. نعم. ها؟ نعم طبعا، إذا على مذهب الحنابلة منهم من أطلق قال سواء من إناء أو من غيره، وعلى الراجح أنه يكفيك ثلاث غسلات سواء كان من إناء أو من صنبور أو نحو ذلك، يكفي هذا. لكن لا يجوز على الراجح أيضا
أن تدخل يدك في الإناء وأنت قد استيقظت من النوم مطلقا، سواء كان نوم ليل أو نهار، إلا أن تغسل كفك قبله، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لعلنا نقف عند هذا الحد.